الوليدات ديالي. واحد السلام عليكم، وسمحوا لي غورت عليكم بزاف، ودابا رجعت لعندكم واخا غير شويه وشويه. نتمنى على ربي تكونوا بالصحه والعافيه، وغوزتوا كل شيء ديالكم مزيان ان شاء الله. والماكله راه من رمضان الاخر رمضان ما طلعت حاجه، وتعينا واحد شويه، ونتمنى على ربي تكونوا كاملين مزيانين ان شاء الله بالصحه والعافيه. الصحه الصحه الصحه. ودابا غنعمل لكم واحد ماغنو مالح لذيذ بنين بالحوت، ماشي بالدجاج، كلشي بالدجاج كلشي بالحم، دابا غنعملوه بالحوت ان شاء الله، وكيجي لذيذ بزاف. ونتمنى يا ربي الحبيب تشوفوه وتعملوا جيم وتشاركوا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم. وشكرا الكبيدات، وبسم الله نمشيو للمقادير ديالنا. المقادير ندير لكم بصله معملته، عندي ثلاثه البصيلات مقطعين مطحونين رقاقين، وحيت عاد غنزيدو نطحنوا هذا الشيء، ولكن انا طحنتهم في الماكينه باش يجيني كل شيء ساهل دابا، ومن بعد غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. ها هو عملت الزويته على حسب المليحه على حسب المقص والعافيه. غياش ملي كون كنهضر معكم ما ننساهاش وتحرقني. عندي حبايب ديالي واحد الربيطه ديال القزبر المعدنوس هي فينيه، واربعه البصص غلاطين ديال الثوم. عندي هنا 400 غرام ديال الحويته هذه، ها هي عندي 400، بلاتي نزيد نشوفها مزيان، 460 غرام دهاد الباليتوز ديال المار بيسكا نوفال، الماركه اللي طريه اللي كيعملوا في الشلاضه مزيان، كتجي غزاله في ميركادونا كتباع في اي موطا. ها هي فين هي 400 غرام هذا. من بعد غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. الروز باقي عندي كيطيب، ها هو فين هو، غادي نعمل 400 غرام حتى هو بحال بحال، 400 سوريمي و400 الحوت و400 غرام د الحوت د الروز. سمحوا لي رانا ماشي تنتسمى، يسمحوا لي الغزلان ديالي. وان شاء الله يا ربي يعجبكم، انا كنهضر معكم وانا كنحرك باش ما يتحرق لي شي البصيله ديالي. وعندي هنا لقامه الكبيدات، ها انتم هذا المذاق ديال الحوت، نص مغرفه كبيره صغيره ديال الابزار، مغرفه كبيره مغرفه معمره ديال القهوه اللي كتعرفوا القهوه بصح ترعى، كذلك ومثال مغرفة من الحاجة عملتها هي مغرفة ديال الفلفل الحمار، ديال الخرقوم، ديال الكمون، ديال هذاك المذاق، ديال الشكنجبر، كاملين هادو اللي كتشوفو هنايا إلا نسيت أنا شي حاجة. أو هاد الشوية هذا ديال الحباق، نص مغرفة عملت ديال الحباق. وهادو هاد العشب هادو كبيدات أنا غنهضر لكم عليهم دابا إن شاء الله يا ربي يعجبكم. اللي كيعرف التيكير، التيكير دابا في إسبانيا منشورة، ها هي في هاد العشيبات هادو كيتباعو، هادو غير العشب، تعملو مع السباكيتي، تعملو مع اللحم، مع الدجاج، مع الحوت، مع من ما بغيتو. ها هي فين هي الكبيدات. واللي كيعرف التيكر اللي قريب ليه يمشي يشريهم، وماشي غالي، بوينو جوج الايورو. ولكن تجبرو معايا هنايا زعما الصراحة مزيونين، وكيعطيو اللذة في الباستات وفي داكشي، كيعطيو اللذة غزالة. والروز ديالي كنتسناه يطيب، ودابا غادي نعمل هادو حيت خصني نطحن كلشي، وانتم بقاو معايا وغادي تبعوا غادي تعرفوا كلشي ان شاء الله. كبيدات انا رجعت عندكم، حمرت هاد البصيلات وديت لهم القزبر المعدنوس والتويمه ديالو، حمصتهم مزيان، وغنضيف عليهم الحوت ديالنا، قطعوهم كما بغيتو على قبل. حنايا غادي نطيبوهم هنايا شتيتو، وديك الساعه غادي ان شاء الله يا ربي نطحنوهم حتى هما. السوريمي ديالي ها هو، شوفوا كيف طحنتو، خصنا نطحنوه مزيان، كنتسنى الروز يطيب ان شاء الله يا ربي. اللقامه ديالي ها هي فين هي، غادي نضيفها كامله ونضيفها وحده. وهذا الشيء اللي وريتكم دابا عاد غنعمل هنايا واحد المغرفه معمره فيها العشيبات كاملين، شد جلدي هيدا مليحه. انا في الكبيدات قلتكم على حسب، هانتوما ونخليهم دابا مثل حنيت العافيه شويه، ونخليهم يتشحروا مع بعضيتهم، وتدخل فيهم هاد اللقامه مزيان باش حتى هما نطحنوهم ونضيفوهم مع كل شيء اللي كنطحن ان شاء الله يا ربي. ونرجع عندكم عاود. هانتوما العمران، عملت الروز ديالي، هانتوما كتشوفوا عملت الروز اللي خصني نعمل، وخلطته مع الحوت
وديك الصلصيطه اللي عملنا ديك توابل وديك الشيء كامل باش كيشبر حتى هو اللي الدو. كنزيد نشحر الحويطه طايبه وكلشي كنشحرو مزيان ونطحنو ونخليه يبرد واحد الشويه بعدا ونطحنو وبقاو معايا وما تمشيو لي حتى شي مقطع الزوينات. والوصفه كتحمق بنينه ولذيذه ونتمنى تعجبكم حبيبي وتكون عند حسن الظن ديالكم. ها انتم الكبيدات ديالي ها هما كيف طحنتو باقا ما خلطت كلشي. هادو هيدا طحنتهم والله تاكلهم هيدا تاكلهم هيدا لحس يدي. عندي جوج البيضات هنا صغار وخمسة دهاد كيسيتوس عاد قيسو من الملح الا باقي خصكم تزيدو وصافي غنلوي كلشي مع بعضيتهم ونرجع عندكم الكبيدات. الكبيدات ديالي ها فيها نعملو هانتوما كتشوفو هنا غنعملو هادي ان شاء الله يربيها هو كلشي مخلط مع بعضيتو. ويلا بقاو شي طريفات د الجبن هيدا ماشي مخلطين عيب يدنا نعملو لهم غير هيدا ها هما كي يتخلطوا. ويلا جاكم شي نهار الكميه اللي عملت انا كيديو جوج البيضات صغارين ولا بيضه كبيره مثلا الا شفتو هيدا جاتكم خفيفه على هاد الشكل وما بغاتش تجمع لكم ولا شي حاجه زيدوا واحد جوج المغارف ديال الشابيون ولا شنو كيقولوا لها الخبز مطحونه وها نتوما مدخمين مع راسكم صافي. ها نتوما كتشوفوا انا باقي كنخلط كنشوف هادوك ديال لاباشكيري الطريفات ديال لاباشكيري ما تخلطوش مزيان بحال دابا هيدا كندهنهم هيدا وصافي حيت كيسخن مع هاد كلشي باقي سخن ماشي سخن بزاف بالحق باقي سخن شويه. ودابا ان شاء الله يا ربي غنتسنى حتى يبرد على خاطرو ونبدا نعمر هاد الموليز ديالي. هادو انا ما كنعملهمش العويدات دابا انا كنخليهم هنا تنسالي هاد الكميه اللي عندي كامله كنبقى حيت عندي غير هذا فيه 8 نعمرهم حتى كيتجمدوا مزيان كنحيدهم نعملهم في واحد الطابي عاود نبقى عليهم شويه بشويه حتى كنسالي كلشي. ملي نسالي كلشي ان شاء الله يا سيدي ربي وعاد ديك الساعه تشوفوا البارتي الثاني ان شاء الله وغتعجبكم والطريقه اللذيذه بزاف لذيذه واقتصاديه بالروز بالحوت بهاد بغيتو تعملوا ديك الكميه كامله حوت ولا كامله سوريمي ولا دجاج ولا كفته اللحم ولا اللي بغيتو هذاك الشيء كيبقى على حسب كل واحد وذوقه. انا كتعجبني هذه ديال الحوت عملت ديال الحوت في عطر الروز بغيتو تعملوه بالشامل ولا البطاطا عاود اللي بغيتو تعملوه عملوه. انا عمري ما عملتها بالروز الصراحه وعملتها هاد الايامات غير خفيفه هيدا عملت غير شي شويه واحد العشيه غير خفيفه هيدا وعجبتني وقلت غادي نعمل كميه كبيره بالروز ان شاء الله يا سيدي ربي ونتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي حتى نتوما باذن واحد الاحد. كبيده انا رجعت عندكم من بعد ما برد لي الخليط ديالي عندي هنايا الماء تقدروا تعملوا حتى الزيت حق المحسن ها هما كنشبر الكويره ديالي كنشوف على حسب اللي غيتسع لي هنايا نحيد هادي واحد شويه ما كنعمل لا عود لا حتى حاجه دابا كنبقى نعمل لهم هيدا كاملين. ها نتوما كتشوفوا الكبيدات كنعمل لهم هيدا كاملين وندخلهم للمجمد حتى كيدمجوا مزيان وديك الساعه كنبقى نخرج شويه بشويه حتى كنساليهم وانا كنعمل في واحد الطبي كنزول وعاود نعمل حيت هذا اللي عندي عاود كندهن يدي بالماء. ايوا ملي كنسالي كلشي الكبيدات باش ما نبسلش عليكم ويجي الفيديو طويل بزاف ها نتوما غتبقاو معايا وغادي تشوفوا ملي كنسالي كلشي ملي كنجمدهم كاملين عاد كنعمل لهم واحد الخبز سبيسيال ماشي الشابيون بوحده هذيك سبيسيال ديال القلي مع البيض وديك الساعه ان شاء الله كنلويها عاود كامله ونخليها عاود في المجمد حتى كنجي نبغي نقليها الا كنت ما غادي نرد نحتاجها شي كنخليها في المجمد وبقى خرج شويه شويه الا كنا غنحتاجوها كامله كديك الساعه نيت كنعمل هذاك الشيء وكنقليها عاد كنحشي فيها العكيكز ديالها باش ما تحرق لا عود لا حتى حاجه وبقاو معايا وهانتوما معايا ان شاء الله يا ربي وغادي تشوفوا كلشي بعويناتكم الحلوين.
وهادو هانتوما شفتو ساهلين، تكركبت هنا خليتها هنا وخا جات بعيده كيف كيف. ها هو انا كنمشي معاهم من عيد ملي كنهضر، ملي كنكون جالسه وكنعدل كنعدلهم بالزربه دغيا كيتعدلوا والله. عيش النو ديك التعطيل شويه ديال المجمد وصافي، كنخليهم واحد نص ساعه تقريبا حتى كنشوفهم شدوا باش نقدر نزول لهم من الطبي ديال بهذا ديالهم المول ديالهم، ديك الساعه كنزولهم صافي وكنعمل في الطبي. وانا كنهايدك وانا ماشيه معاهم واخا نبقى نهار كامل نعدل فيهم. المهم نعدلهم ان شاء الله باذن واحد الاحد. بقى معايا حبيبي وما تمشيو لي فين، تبعوا الفيديو والله نصيحه ان شاء الله. ليكو ديك الساعه نوريكم عاود كلشي ان شاء الله. هانتوما الكبيدات من المجمد كنعملهم هيدا في الطحين، نغرفهم في الطحين هيدا قاصحين، ونعملهم هيدا في البيض هيدا، ونعملهم هنايا ديريكت. شوفوا كتيبس دغيا الخبيزه مع هاد، والله ما عرفت هادي واش الخبز ولا شنو هي. هادي ماشي بريه، هادي ديك اللي كتكون في البورصات سبيسيال ديال القلي وداك الشيء بالمملحات بحال هاد الشكل. ولكن الصراحه ما عرفاش شنو هي، معوطه باش ما نكذبش عليكم. ها انتم الكبيدات ديالي ونعوطهم بيدنا هيدا، وننزلو ونبقاو ماشيين معاهم هيدا. ها بقاو ماشيين معاهم هيدا حتى نساليهم كان. انا عامله كميه كبيره عليها باش قلت لكم زعما نيتك غادي نبقى نعمل شويه شويه، وهذاك المول عندي غير واحد ثمانية، خصني نشري اخر دائما كنقولو كننسى. دا خصنا نشري واحد اخر باش نعاونو به. ها انتم الكبيدات وكيبز دغيا مع مع هذا البيض، ما كيعذب ما حتى حاجه هيدا. وكنعوضهم كاملين عاود في الطويصه، كنعمل الصف الاول نعمل فوق منه كاغيط، الصف الثاني ونعمل فوق منه كاغيط، حتى كنساليهم ونخليهم فويخ ما بغيتهم كتخرجوا وتقليوا اللي بغيتوا. الا عندكم الضياف ولا عندكم شي حاجه عاود كتجبدوا وتعدلوا مع راسكم. وملي كنقليهم عاد كنعمل لهم انا العكيكز ديالهم، عملوا فويخ ما بغيتوا الصراحه، ولكن هيدا كتجي حسن ساهله. ولكن كل واحد يعمل على حسب اللي كيبغي هو واللي مرتاح فيه هو الصراحه. هي هادي كل حد كيعمل على طريقته الحاجات اللي كيعجبه. ها انتم الكبيدات، وملي نساليهم كاملين نجي نقليهم ونعدلهم نوريهم لكم. الكبيدات ها هما ماغنوم ديالي ملحي، خرجتهم من الفريكو وزولتهم وخرجتهم. ها هما عندي شويه د الطحين، عندي هاد ما نعرفش شنو هي الخبز ولا شنو كيعيطولها. كتجي فنة شوف، واللعيبة كتجي مزيونة. هي عملوها في المومنتو، عملوها كيف ما من مجمد عملوها في الطحين. هانتوما عاد تشوفو، بقاو معايا الكبيدات ديالي هانتوما عاد تشوفو كلشي الصراحة. كيجيو هيدا دغيا كتيبس الخبيزة فوق هاد البيض وكيبقاو فنين، وكنردو معاود نفل الكبيدات ديالي. ودابا كنقلي ماكنو ديالي، هاهوما فين هما، هاهوما عندي مقليين أنا تا كنقليهم، عاد كنخشي فيهم العويد. هانتوما كتشوفوا ها كيفاش غادي نعمل لهم، كل واحد يزين على حسب اللي يبغي. نعملت شويه ديال الجبينه وطريف الزيتونه فوق منهم، نتمنى يا ربي يعجبكم. الدهيه من داخل شوفوا ملي كنقليهم، ها هما قليين، كنشب العويد ديالي. انا عندي كانوا طوالين من هادو ولكن اتسالوا لي حيت عملت بزاف، واللي غادي نصور سبحان الله بقاو لي غير لي قصيصرين شويه. حق العكيزات ماشي مشكل، المشكل وفي اللذه كيجيو كيحمقوا. ونتمنى على ربي يعجبكم ويكونوا عند حسن الظن ديالكم. الزيت خليوه الكبيدات حتى انا نبقى نهضر معكم ونحرق هادو، الزيت خليوه حتى يسخن مزيان عاد عملوا هادو، حيت انا كنخرجهم من الكونخيلادور من الفريكو وكنبدا نقليهم، كنخليهم غير واحد شويه كنبدا نقليهم. الزيت خصو يكون حامي حيت هو كلشي طايب، غير هاد اللي كنعملو فيه خصو يتحمر شي شويه وصافي. هانا الكبيدات ديالي، ها كنعمل فوق منها شويه د الجبينه هيدا، الزيتونه هاكم فتحه على جوج هكذا، غير بغيت نزينهم هيدا وصافي. راهما بلا تزيين كيجيو فنين. ونتمنى على ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، تشوفوهم معايا في بلاطه التقديم ان شاء الله.
الكبيدات ديالي ها شكل النهائي د ماغنو ديالي مالحين. جربوا الوصفه وعاد حكموا، والله الا كتجي كتحمق. وهاد الصلصه د مايونيز عملتها بلا باشكيري كيجي عاود كتحمق. نهار اخر نطلع ما عملت شويه د الحر، هذاك الشيء على حسب هذاك كيما بغيتو نتوما، كيجيو كيحمقوا بنانين. وجربوهم وما عاد ندموش عليهم باذن الله، وجربوا الحاجه عاد حكموا عليها. وكنتمنى على ربي يعجبكم الفيديو وتشجعوني وتساندوني ونزيدوا القدام ان شاء الله يا ربي. كنشكر الناس اللي كيدخلوا لي جداد ويخليوا لي كومنتاريات مزيونين، واخا قلال الحمد ربي وشكره. الحمد لله يا ربي، اللهم لك الحمد، احنا ماشي اللهم لك الحمد. واللي بغى مرحبا، واللي ما بغى شي ما غنجروه شي بالدرع. وشكرا حبيبي، وجزاكم الله، والله يرحم لكم الوالدين. وكنتمنى تشجعوني، وشكرا القدامين الحبايب ديالي باقيين متبعيني. وكنشكر اللي باقي دخل عندي جديد، واللي باقي ما دخل مرحبا والف مرحبا وشكرا الحبايب. وفشي وتقوم سليمان اللي مازال ان شاء الله. جربوا الوصفات، احمقوا عليها لا نتوما لا وليداتكم ان شاء الله.